وللحديث أكثر عن استمرار الانتهاكات بحق الأهالي العزل في بعض قرى المقدرية في محافظة ديالى، ينضم إلينا عبر الهاتف من الصنبول الكاتب والباحث السياسي الدكتور جاسم الشمري. أهلا بك معنا دكتور جاسم. أهلا بكم. أهلا بك دكتور جاسم. يعني بالأمس كنا نستوثق من الجهة التي أو من هي الجهة التي تنفذ الهجمات ضد المدنيين وبيوتهم ومساجدهم أيضا، واليوم لربما بات الأمر جليا بشهادات الأهالي أنفسهم الفارين في ظل استمرار قصف الميليشيات. السؤال هنا، لماذا لا تتحرك القوات الحكومية والأمنية لإنقاذ الأهالي ووقف المعتدي؟ نعم، شكرا لكم. لا شك أن الدولة الناجحة، الدولة الصافية، الدولة الرصينة هي الدولة القادرة على توفير الأمن والغذاء والدواء لمواطنيها. وحينما يفقد أهم يعني ركن من أركان الدولة وهو الأمن، أعتقد أننا حينها سنكون أمام إشكالية كبيرة في بقاء أو عدم بقاء هذه الدولة. السؤال الذي يعني لا يمكن أن تواجهه الحكومة هو من المتحكم في الشأن العراقي؟ هل هي الحكومات المتعاقبة يعني على الحكم في بغداد، أم أنها القوى المالكة للمال والسلاح والتي تدعي أنها تابعة لوزارة الدفاع لكنها في الحقيقة لا تنفذ أوامر رئيس الحكومة؟ إذن هذه الإشكالية هي التي تجعل يعني أن الحكومة هي صاحبة المسؤولية الأولى فيما يجري في عموم العراق وليس فقط في ديالى. ما جرى في ديالى هي عملية طائفية يعني مخجلة، وحتى الآن هنالك معارك في كركوك وغيرها من تعرضات لداعش لبعض يعني القوى الأمنية الحكومية، وعليه هنالك خلل في العديد من الأماكن في العراق، في كركوك، في ديالى، في الأنبار، في غيرها. ولهذا أنا أعتقد أنه الإشكالية حينما نتحدث عن أكثر من مليون رجل أمن في العراق، هذا يعني إن فرضنا أن العراقيين 40 مليون نسمة، أن كل 40 مواطن عليهم عسكري أو رجل أمن واحد، فأين هؤلاء؟ أين دور هؤلاء؟ الإشكالية كبيرة والحالة العراقية مربكة، وبالتالي لا يمكن أن نتصور أن هذه الحكومات قادرة على ترتيب العموم المشهد العراقي سواء السياسي أو الأمني أو الاقتصادي. طيب، أو حتى الاجتماعي. دكتور جاسم، يعني بشهادة الأهالي هذه القوات الأمنية وقفت موقف المتفرج، بالنسبة لموقف القوات الأمنية هل هو تقاعس أم ربما تجاوزه إلى حد التواطؤ؟ القوى الأمنية التي لا تبنى بناء مؤسساتيا مهنيا ستكون ضحية حالها حال أي مواطن آخر، تخاف، ترتبك، تأخذ بالاحتياط، لا يمكنها أن تطبق القانون، وبالتالي هم يعلمون، وأقصد هنا عناصر الأجهزة الأمنية، أن من يواجهونهم هم أقوى من الدولة، وبالتالي هم لا يريدون أن يواجهوا هؤلاء لأنهم يعلمون أن النتيجة محسومة لصالح هذا الطرف الذي هو أقوى من الدولة. وبالتالي حينما يكون أي إنسان في موقفه ربما وإن كان ربما ناكرا لهذا الأمر وغير راضي لعمليات القتل والتهجير والتسريب، لكنه مغلوب على أمره وإن ارتدى الزي الرسمي في البلاد. إذن القضية هنالك إشكالية في عموم البناء المهني للمؤسسات الأمنية في العراق. العراق بحاجة إلى أجهزة أمنية قوية قادرة ومدعومة قانونا، أما أن العسكري الذي ينفذ واجبه ضد قوة خارجة عن القانون يلاحق عشائريا وربما يقتل في الميدان، هذا الأمر يجعل الغالبية العظمى، لم نقل جميع العسكريين في الأجهزة الأمنية العراقية، متخوفة من تطبيق القانون، لأنهم يعلمون جيدا باعتبار أنهم جزء من المشهد الأمني أن هؤلاء أقوى من الدولة. وعليه أنا أعتقد أن هذا تصرفهم هو تصرف للحفاظ على أرواحهم، وهم مغلوب على أمرهم تماما
مثل مع المهجرين وبقية المغلوب على أمرهم من العراق. نعم، إذن كنت ضيفنا عبر الهاتف من اسطنبول الكاتب والباحث السياسي الدكتور جاسم الشمري، شكرا جزيلا لك.